نادورسيتي.com. إنما تحيون ذكرى رجل كان بينكم أخا عزيزا يعمل إلى جانبكم يحمل نفس الهم الذي تحمله اليوم. وهذه التفاتة مباركة واعتراف لأهل الفضل بفضله. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فهذه الكفالة مباركة لا شك أنكم تحمدون عليها، فنشكر لكم هذه المبادرة. معشر الأخوة، مثل هذه المناسبات تذكرنا بحقيقة الحياة الدنيا التي لا شك أن كل واحد منا يدرك أنها لحظة عابرة. ولا أظن أن هناك من هو أعلم منكم بحقيقة هذه الحياة الدنيا وما يترتب عن اللحظات الأخيرة التي يعيشها الإنسان بين أهله وذويه، ثم يفارقهم فينتقل إلى الدار الآخرة. هذه الحياة الدنيا يصورها الله تعالى تصويرا بليغا في سورة الحديد، فيقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل بيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم يأتي التعليق والتعقيب: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم التذكير بعد ذلك بعد التعقيب: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنه التصوير البليغ للحياة ككل ولمراحل حياة الإنسان الخمسة: الطفولة، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، ثم ما بعد الشيخوخة أو العجز أو أرض العمر كما يعبر عنه القرآن الكريم. إذن نحن نتذكر في هذه المناسبات أن الإنسان مهما عاش فإنه لا شك راحل عن هذه الحياة الدنيا، ولا شك أن من يتذكر هذه الحقيقة إنما يستعد لما بعدها، ومن يعيش غافلا عنها فإنه لا شك لا يستعد. وما أكثر ما نغفل عن هذه الحقيقة الواضحة التي يعيشها كل واحد منا، التي هي حقيقة الموت والتي لا ينكرها أحد ولا يدرك حقيقتها أحد. كيف تسلم الموت على الإنسان فتختطفه وهو صغير وهو صحيح وهو غني وهو زعيم ومن حوله أناس يقوطونه ويحفظونه، لكن الموت يأتيه فيتخطفه من بين أحبائه ثم يرحل به الى ماله. عمل ديال الناس خارج البلاد ماشي بالطبقه المثقفه كيهجر ينزلوا الكلام، ولكن تسيب هو صبوره وهذه سبحان الله نادره في المجتمع ديالنا. ولكن ملي كتكون في الطبيب متوفر في الطبيب سبحان الله هذا نبراج وسم فيك يشتر عليه في الدنيا وفي الاخره. الجانب الثالث انه ما خلق الله كاش كيقول له يديه للمريض ويدخلو ويدخلو التخليل ديالو والكلمات ديالو النصيحه ديالو التوجيهات ديالو الوسط ديالو، كان المريض كيحس واحد الراحه والطمأنينه تجاه دكتور عمر رحمه الله. من بين الامور انه سبحان الله مجموعه من الناس تكلم معهم يكون محاورات اخرين، فكانوا يثنون عليه بالخير. الأستاذ أشار أنه إلى جوج شهدوا فيه لهذا الإنسان بالصلاة والاستقامة كيقول لك عشان وجاب الله بين أحرى واحد المجموعة ديال الناس وما تخلصوش على هذه الشهادة، بل قالوا شهادة صدق. قال الرجل رحمه الله وإن شاء الله تعالى ستنفعه في قبره وستنفعه عند الميزان وستنفعه عند المحشر وستنفعه في الآخرة وستنفعه عند حينما يقوم بين يدي الله تعالى ليعطيه الجزاء له كما ان شاء الله تعالى. الجانب الاخر يا احبابي الكرام انه مجموعه ديال الامراض يحتاجون الى اسمع، يحتاجون الى كلمه طيبه.
تطوير سبحان الله اللي كيكون في هذا المستوى ديال انه الكل كيشوف بحال ولادو بحال انهم اصلا امراه، مما يعني انه ماشي كيحتاج غير الدواء فقط هذيك الاسره، ولكن هذيك الاشاره ديال الطبيب هذيك الحنان ديال الطبيب وسبحان الله تعالى كريما من الفضل الكريم فيه تقريبا اظن الكل ان شاء الله تعالى ونسعى الله تعالى مما يحتاج لهذه الصفه الطيبه النيه. احبابي الكرام بغيت نشير واحد الاشاره انه واذا قال الله تعالى في الحديث القدسي عبدي مريض بعد ان تزورني قالوا كيف ازورك رب العالمين؟ قال مريض عبدي فلان فلو زرته لوجدتني عنده. وانا كنشوف سبحان الله واذا الانسان كيمشي عند المريض هذا ديال السياره كيف بعض الدقائق معدوده في الدوله كيرجع حاله عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنه. إخواني أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. أتقدم نيابة عن أسرة المرحوم الصغيرة والكبيرة بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الصادقة ومواساتكم الحارة الحسنة واسترحابكم الجميل وشعوركم النبيل بإحيائكم وتكريمكم المشرف لروح الفقيد الغالي المرحوم دكتور عمر الشيخاوي الذي خفف عنا الكثير. إن دل على شيء إنما يدل على طيب أصلكم وصدق شعوركم وحسن نياتكم وصفاء ونهاء قلوبكم. نسأل الله أن يجازيكم عنا وعنه خير الجزاء.